على بعض مسيرة الكابتن أحمد راضي رحمه الله. معنا من عمان الإعلامي ورياضي الزميل بلال بداع. أحسن الله بداية عزاءكم وعزاء الوسط الرياضي والعراقيين جميعا. بداية كابتن بلال، إذن هي خسارة كبيرة للكرة العراقية والعربية رحيل الكابتن أحمد راضي رحمه الله. كيف تلقت الأوساط الرياضية نبأ وفاته؟ تحية لكم زملائي الأكارم، شكرا لإتاحة الفرصة للحديث عن رحيل الكابتن أحمد راضي. بدءا نتقدم باسمنا وباسم الوسط الرياضي والمحبين لتاريخ هذا النجم، تعازينا الحارة ومواساتنا الكبيرة لرحيل هذا الرمز الكروي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته ومحبي الصبر والسلوان. آمين. بالتأكيد تلقينا زميلي نصير ببالغ الحزن والأسى نبأ فاجعة وفاة أحد رموز الرياضة العراقية الكابتن أحمد راضي بعد صراع شرس مع فيروس كورونا الذي للأسف لم يمهد أبو هيا طويلا، لنجد أنفسنا نودع على الصعيد الرياضي أسطورة الكرة العراقية والعربية بل وحتى الآسيوية، ونودع على الصعيد الإنساني إنسانا خلوقا وملتزما وطيبا وودودا ومحبوبا من قبل الجميع. بالتأكيد أخذ هذا الوباء خذوا من عموم العراقيين والإنسانية أجمع، ويقينا فإن رحيل الكابتن أحمد راضي ترك غطة كبيرة في قلوبنا وقلوب كل المحبين والجماهير الرياضية التي تجمعت في حزن وألم واحد وبصورة موحدة، هي فقدان رمز كبير أحمد راضي. هذه الصورة الموحدة والمجسدة بالحب والثناء والحزن والوجع العفوي من قبل الشعب لم يشهدها العراقيون إلا بالفوز الثمين بكأس أمم آسيا، وهما بصراحة صورتان تؤكدان العمق والأثر الكبيرين للرياضة ونجومها الكبار في الوسط الجماهيري والشعبي. نعم زميل بلال، هل تعتقد أنه يعني كان يمكن إنقاذ حياة الكابتن أحمد راضي بإجراءات طبية أفضل وأسرع مما هو موجود الآن في العراق؟ يعني بالحقيقة فاجعة وفاة الكابتن أحمد راضي رحمه الله هي الثانية بعد أن حلت علينا قبل أيام فاجعة وفاة الكابتن علي هادي رحمه الله أيضا، وهو شخصية رياضية معروفة ومحترمة. هذه المواقف جعلتنا نشهد لحظات من الحزن والألم، ونضع ونسجل آلاف من علامات الاستفهام حول وضع البلد بشكل عام والجانب الصحي المتهالك والهش الذي تمر به مؤسساتنا الحكومية ومنها الصحية. نعم زميلي نصير، الموت حق، ولكن الاهتمام بالمريض والمصابين يعتبر واجب مقدس من طبعا من قبل المعنيين بشؤون البلد. ربما يعني نستثني الجيش الأبيض بما يقدمه من تضحية طبعا وجهد كبير أمام تحضير واستعداد فقير جدا من قبل الدولة، استعداد يعني ضعيف في مواجهة كورونا. قلناها سابقا ونكرر، العراق بحضارته وتاريخه وطاقات أبنائه أكبر بكثير من هذه الحكومة التي تثبت في كل موقف فشلها الواضح بالتعامل الصحيح والسليم، لا سيما تحضيرها يعني الفاشل في جائحة كورونا. نحن نرى كل يوم ضحايا العراقيين جراء هذا الفيروس، وبالتالي نخسر قامة رياضية مثل أحمد راضي جراء يعني عدم توفر مثلا له طائرة أو علاج مناسب. بالتأكيد يعني نضع علامات كثيرة حول التعامل من قبل الدولة
وكيف تتعامل مع أبناء شعبها بشكل عام ومع نجومها ورموزها الرياضية. إذن في سؤال أخير زميل بلال، ألا تعتقد أن رموز العراق ومبدعيهم في مختلف المجالات هم عرضة للإهمال وعدم الاهتمام الذي يستحقونه نظير ما قدموه للعراق واسمه في المحافل العربية والقارية والعالمية؟ بالتأكيد زميلي نصير، اليوم كل رياضي، كل شخصية فذة معروفة تعاني كثيرا على الصعيد الاجتماعي والصحي وحتى المعيشي. أنت تعلم تضحياتهم كبيرة وقدموا للعراق، ولكن بالمقابل من يراعي هذا العطاء الكبير من قبل هؤلاء؟ من يقدر؟ حكومة لا علاقة لها لا بالشعب ولا بالرموز ولا بالرياضة، همها الوحيد هي كيف يعني تسرق وكيف تفسد كل شيء جميل في هذا البلد. بالتالي النتيجة هي يعني واضحة بأن الرياضي هو جزء من هذا المجتمع. نعم. فمثلما يعاني المواطن العراقي البصير وتعاني أنت الإعلامي ويعاني الطبيب وأيضا يعاني الرياضي والنجم في 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 هذا البلد وفي في في هذا البلد الكبير حضاريا وطبعا تاريخيا. نعم، من عمان الإعلامي والرياضي زميل بلال بدع، شكرا جزيلا لك.